قصة أشهر أسد في التاريخ. هكذا لفظ أشهر أسد في العالم أنفاسه الأخيرة، سكارفيس، أحد أقوى الأسود وأقدمها في أفريقيا. يرحل بعمر 14 عاما، مظهره المميز مع لبدته التي اجتاح أطرافها سوادا أكسبه شهرة عالمية ومكانة كبيرة، حتى توج ملكا على محمية ماساي مارا في كينيا. كم هي كثيرة القصص التي رويت عنه، كرواية أنه الأسد الوحيد الذي هزم فرس نهر لوحده، والملك الذي قتل 400 ضبع بمخالبه، وكأنها أساطير من الخيال وبطولات سطرت منه أسطورة. بلا منازع حصل سكارفيس على لقبه عام 2012، ويعني صاحب ندبة الوجه، على اسم أسد فيلم ليون كينغ. كان عمره 4 سنوات حين داهم بمخالبه مع إخوته الثلاثة أرضا شاسعة في كينيا، لقبوا بالفرسان الأربعة، سكارفيس وهنتر وسيكيو وموراني، ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منه. صراعات متتالية خلفت له ندبة فوق عينيه اليمنى، زادته من الشهرة شهرة. استولى هذا الرباعي على أرض تقدر مساحتها ب 400 كيلومتر مربع، وعادة ما تسود سيطرة أسد واحد على زمرته ومنطقته لعامين أو ثلاثة. إلا سكارفيس فقد تجاوزت مدة سيطرته 8 سنوات ليحصل على لقب أطول مدة ولاية. اختلف سلوكه مع الأشبال الصغيرة عن غيره من الأسود، فخلف ندبة الوجه هذه كان يقطن أب حنون قريب من صغاره، يسمح لهم باللعب معه في أي وقت. هرم سكار وبات عاجزا عن الدفاع والصيد، لكنهم لم يتخلوا عنه، بل تولوا مهامه وأطعموه عرفانا منهم بجميله القديم. أدرك أخيرا أن وقته قد حان ليقطع منذ أيام بشموخه وهيبته مئات الكيلومترات متجها نحو مسقط رأسه. وكلما قابلته مجموعة من الأسود كانت تقدم له أجزاء من طعامها، وهو أمر غير معتاد في السلوك الحيواني. وصل سكارفيس وتناول عشاءه الأخير مع إخوته، التقط أنفاسه الأخيرة ومات بسلام وهدوء. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.